ملخص الافكار الرئيسيه للوحده الاولى العنصر الأول نشأة الادارة التعليمية في نشأة الإدارة التعليمية وأهميتها تحدثنا عن ممارسة الإنسان للإدارة منذ وجد على وجه الأرض وأن الإدارة ليست حديثة ولم تكن إبداع عصرنا ولم تظهر بمفهومها العلمي الا بداية القرن العشرين في عنصر مفهوم ال ال الإدارة تمت الإشارة إلى مفهوم الادارة للتعبير عن مجموعة العمليات التي يتم بمقتضاها وضع الإمكانيات البشرية والمادية وتوجيهها لتحقيق أهداف الجهاز الذي توجد فيه في عنصر الجانب العلمي والفني في في الإدارة تحدثنا بأن الإدارة كعلم ظهرت في بداية القرن العشرين وأنها علم له قوانين ومبادئ وأسس ونماذج ونظريات يمكن تدريسها، وقلنا أن الإدارة فن أي كممارسة تقوم على الموهبة وأنها ظهرت منذ أمد بعيد منذ وجود الإنسان ونشأت التجمعات السكانية ونشأت الدول والإمبراطوريات والإنجازات التي حققتها الحضارات منذ التاريخ القديم للبشرية وحتى الآن. في مجالات الإدارة أشارنا إلى مجالين من مجالات الإدارة من منطلق الإشراف عليها وإدارته وهم القطاع العام الذي تشرف عليه الدولة ويمارس فيها الإدارة العامة وتسعى إلى تقديم خدمة للمواطنين وإلى القطاع الخاص التابع لرجال الأعمال من الأفراد والمؤسسات ويمارس فيها إدارة الأعمال وتهدف إلى الربحية نشأت الإدارة التعليمية وتطورها أشرنا إلى أن نشأة الإدارة التعليمية ناتج عن التطور الذي حصل في الإدارة العامة وإلى التطور الذي حصل في إدارة الأعمال وكيف أن الاهتمام بالإدارة التعليمية كان يقف وراء مبررات الاهتمام بعد الحرب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية عندما أدركت الدول التي خرجت من الحرب العالمية الثانية أدركت أهمية التعليم في بناء ما دمرته هذه الحرب أشرنا إلى الإدارة التربوية مقابل الإدارة التعليمية وقلنا أن الإدارة التربوية هي أعم وأشمل من الإدارة التعليمية وأن الإدارة التعليمية هي فرع من الإدارة التربوية كما أشرنا إلى الإدارة التعليمية مقابل الإدارة المدرسية وقلنا أن الإدارة المدرسية هي المستوى الإجرائي للإدارة التعليمية وأن الإدارة المدرسية هي فرع من الإدارة التعليمية كما تمت الإشارة إلى وظائف المدرسة وأشرنا إلى أن النشاطات التي تمارس داخل المدرسة وتتحقق من وراها الأهداف التربوية للمدرسه يمكن تصنيفها الى ثلاثه تصنيفات التصنيف الاول ويتناول الوظائف الاداريه التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه والتقويم والتصنيف الثاني ويتناول الوظائف الفنيه بالاشاره الى العمليات التي يقوم بها مدير المدرسه لتنفيذ المنهج المدرسي التصنيف الثالث ويتناول الوظائف الاجتماعية تتصل بتوثيق العلاقة الاجتماعية داخل المدرسة بين الإداريين والمعلمين والتلاميذ وتوثيق علاقة المدرسة بالمجتمع الذي تخدمه. أهمية الإدارة المدرسية تمت الإشارة إلى أهمية الإدارة المدرسية وإلى جوانب أهمية الإدارة المدرسية باعتبارها توضح الكيفية التي يتم بها التعليم في المدرسة وأنها توضح الكيفية التي وأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف التربوية وفقا للمرحلة وأنها أداة لمواجهة متطلبات العصر وإعداد الناشئة لمواجهة المستقبل وأنها تعني بتجويد التعليم وتطويره وأنها تستفيد من المفاهيم الإدارية الحديثة لتطوير الإدارة التعليمية وأنشطة التعليم وأنها مهمة نظرا لأهمية التنظيم التنظيم المدرسي القائم على المبادئ والنظم وانها مهمه باعتبار ان تطوير التعليم ينطلق من تطوير ادارته. العوامل المؤثره في الاداره المدرسيه تمت الاشاره الى ست عوامل تؤثر في في تطور اثرت في تطور الاداره المدرسيه وفيها تم تناول اول تاثير التاثر بالتطور الحاصل في العلم الاداره بشكل عام. ثانيا تغيير مفهوم العمليه التعليميه بالنسبه للمتعلم والتغيير الذي حصل في الظروف والامكانيات. العامل الثالث تغيير مفهوم التربيه الى الوظيفه الاجتماعيه وتكوين شخصيه الفرد. العامل الرابع وله علاقه بالتاثير بمفهوم نظام المدرسه المفتوح على المجتمع المحلي. العامل الخامس التقدم الحاصل في البحوث النفسيه والتربويه التي تناولت مراحل النمو سيكولوجية المتعلم وتطور عمليه التعليم والتعلم. العامل السادس له علاقه بالتاثر بزياده الوعي باهميه الاداره بشكل بشكل عام.